هكذا وتنطلق غدا الخميس منافسة دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024 بمشاركة 4400 من اللاعبين الذين يمثلون 184 دولة. وتشارك مصر في دورة الألعاب البارالمبية بعدد 54 لاعبا ولاعبة يمثلون 10 رياضات بارالمبية متنوعة. ومن المقرر أن تشارك البعثة المصرية غدا في منافسات السباحة وكرة الهدف وكرة الطائرة جلوس رجال. We'll be right back.